مساء الخير مشاهدينا، واهلا بيكم معانا في لقاء الاجيال، لقاء جديد بين جيلين ابناء مهنه واحده. المهنه اللي معانا النهارده مهنه طب الاسنان. بيسعدنا ان يكون معانا النهارده الدكتوره الهام فوزي. الدكتوره الهام فوزي استاذ العلاج التحفظي بكليه طب اسنان جامعه القاهره. اهلا بيكي. تشرفت بحضرتك وتشرفت بيكو، وشكرا جزيلا للاستضافه الكريمه. شكرا لحضرتك. ومعانا بقى جيل الشباب او تلامذه الدكتوره الهام، دكتور محمد يحيى مدرس مساعد بطب الاسنان وزميل جامعه واشنطن. اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، فرصه سعيده جدا. وبنبدا نسال سؤال ودايما بنتمنى ان احنا نسمع الصراحه فيه. لقيت العلاقه، مش بس بتكلم على الدكتوره الهام على فكره، العلاقه بين جيل الشباب وجيل الاساتذه خاصه في مهنه الطب. احيانا بنسمع عن مشاكل في مهنه الطب، لكن انت لقيت ايه من خلال تجربتك الشخصيه؟ لقيت علاقه تواصل ومساعده ولا لا في كان فيها مشاكل؟ طبعا يعني علاقه يعني محترمه جدا وفاضله جدا ما بين جيلنا وما بين جيل اساتذتنا، وما فيش اي حد لا انا ولا زمايلي نقدر ننكر فضل اساتذتنا علينا، لان هم اصحاب الفضل. يعني لو احنا كويسين فده اكيد يرجع الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى ليهم. هم اللي علمونا، هم اللي طلعونا جيل كويس، هم اللي يعني طلعوا فينا حاجات كويسه عشان نقدر في الاخر نكمل يعني، فمحدش يقدر ينكر ده. طيب دكتوره الهام، نقول طب الاسنان واحنا عندنا اسئله كتيره قوي، وعايزه اقول لكم في البدايه احنا الناس انتوا بتخاف منكم على فكره، ولسه الصوره الذهنيه عن طبيب الاسنان او زياره طبيب الاسنان صعبه قوي علينا، يعني احنا يعني كمواطنين غلابه يعني. فمش عارفه الصوره دي لسه كده ولا الناس بدا وعيها يدرك ان الموضوع ما بقاش مؤلم وان في تقدم. الصوره الذهنيه دي اختلفت عن الاول؟ شكرا جدا لسؤال حضرتك الذكي جدا ده، اللي بيعكس المشاكل اللي موجوده في المجتمع ككل. واول حاجه بنقابلها لما المريض او الكلاينت يقعد على الكرسي ويبتدي يشتكي ان هو بيخاف من طب الاسنان ومن دكتور السنان. المشكله دي مشكله قديمه، بس حضرتك اسمحي لي الاول اعقب على اللي قاله الدكتور محمد. الدكتور محمد من الشخصيات المحترمه الكريمه جدا، عرف يعني ايه يستغل العلم والاصاله والاخلاق في ان هو يطلع لقدام. مش بقول كده عشان هو قاعد قدامنا، بس بقول كده دي رساله لكل الناس اللي موجوده في وتواصل الاجيال اللي حضرتك اشرتي اليه، انه اللي ما يوصلش رسالته من الاساتذه او من الاطباء ده معناه ان هو ما نجحش في مسيرته. اسمحي لي انا بقى اعقب على كلام حضرتك، ان كلامك صح قوي ومهم قوي خصوصا في مجال الطب. انا لو استاذ وبخلت اني اوصل معلومات او خبره للجيل اللي بعدي كده، معلش انا عندي مشكله كبيره، خصوصا في بعض المهن زي مهنه الطب. وده للاسف بيحصل، بيعتبروه نوع من انواع المنافسه، او جيل هيزيح جيل من مكانه. يا ريت كل الناس بتفكر زي حضرتك وسعيده وبتفتخر بجيل تلامذتها ان هو تقدم كده. عايزه اقول لحضرتك ان الفرحه الكبيره بتبقى لما التلميذ يتفوق على استاذه، يعني لما بقى وصلت معلومه قدر، مش هقول تلميذ بقى، هقول زميل عزيز وغالي، انه لما بيلتقط المعلومه ويبتدي يشتغل عليها ويبتدي يطورها ويبتدي يتفاعل معاها، ده معناه ان انا عملت دوري. فلو مش كل واحد في مهنته ما ادركش ان هو مطلوب منه انه يعمل ده، يبقى ما نجحش. النجاح مش نجاح بيقف عند الشخص، لا، ده بيتواصل بانه هو يوصل المعلومة، والمعلومة دي تتاخد وتتطور زي ما عمل الدكتور محمد. أيوه، أنا سعيدة طبعا بالتعقيب ده، وكان لازم فعلا نعقب على كلامه، لأن هو وجهتين نظر، وجهة الجيل اللي هو أكثر خبرة وجيل الشباب. وأرجع أقول لكم برضو إحنا لسه بنخاف منكم والناس بتخاف منكم. عارفين ان الموضوع ما بقاش مؤلم زي الاول، وفي بنج وفي لحقنة البنج بنج تاني والقصة اختلفت، لكن الزيارة بتبقى صعبة قوي. وده على فكرة بسأله مش عشان حاجة،
بسأله لأن ده بيخلينا نسيب مشاكل في سناننا ودروسنا، ما بنروحش إلا عند الألم الشديد لزيارة دكتور السنان، ودي مشكلة كبيرة قوي. حضرتك عندك حق في كل اللي اثرتيه ده، ودي المشكله الرئيسيه اللي بنعاني منها، ان احنا بنتعامل مع المريض في مراحل متاخره جدا. يعني للاسف لما بيظهر الالم عند المريض ده معناه انه في مشكله كبيره حاصله، بتبقى يا اما مشكله ليها علاقه بالعصب، يا اما مشكله ليها علاقه بتطور مرض ما وابتدى يحس بالالم، لانه اي مشاكل بسيطه او سطحيه ما بتؤديش الى الام. وعشان كده العالم كله، واحنا كمان اعتقد ان ده دور احنا مقصرين فيه وما قدرناش نوصله بشكل سليم بدري، ان احنا نطلب من الناس عامه ان هم يتوجهوا للكشف الدوري على الاسنان، ودي مش رفاهيه، ده بالعكس بيتم في الزياره دي أساسيات، منها إن أنا بتخلص من أي رواسب جيرية موجودة اللي هي بتبقى عبارة عن بكتيريا لاصقة أو بتتعلق بأسطح الأسنان وبتتكلس وبتبتدي تفرز أحماض وبتبتدي تعمل لنا مشاكل كتير قوي، التهابات سواء في اللثة أو تعمل تسبب لنا تسوس أسنان، وبيبتدي يحصل تآكل في العظم اللي تحت اللثة، يعني بينتج عنها مشاكل كبيرة جدا. وعشان كده الزيارة الدورية دي مش بس إنها بتخلص من الرواسب اللي بتبقى موجودة على أسطح الأسنان اللي ما بنجحش في إن أنا أتخلص منها بغسيل الأسنان والتنظيف ما بين الأسنان، ولكن كمان بتؤدي إلى الكشف المبكر لأي مشكلة موجودة في الفم والأسنان اللي هي بتعتبر البوابة الرئيسية اللي بيدخل بيها الطعام للجسم عامة، وهي دي البوابة لصحة الجسم عامة. الله عليك، يعني احنا هنا بنتكلم على الوقاية، والوقاية هنا أفضل طريقة للعلاج، وأنا ما استناش مشكلة أصلا. حضرتك بتقولي إن أنا أكشف بطريقة دورية حفاظا عليا من أي مشاكل ومضاعفات بعد كده. والجملة التانية المهمة قوي حضرتك بتقولي دي البوابة للجسم كله، ده حقيقي. وده حاجة لأنها بتسبب أمراض، وفي أمراض للجسم بتظهر في صورة آلام سنان والعكس، ده حقيقي. أمراض الأسنان بتوصل أمراض للجسم لو تم إهمالها. بس أنا عايزة أتكلم مع حضرتك الأول دكتور محمد يحيى، حضرتك في التايتل مكتوب زميل جامعة واشنطن، بتسافر ليك خبرات، بتحضر ندوات، إيه الجديد في عالم طب الأسنان وإحنا منه فين في مصر؟ ده سؤال جميل جدا، بس انا حابب قبل ما اقول ايه الجديد في طب الاسنان احقاقا للحق، يعني احنا عندنا مستوى دكتور الاسنان المصري مستوى راقي جدا وعلى علم، وبيعملوا ريسيرشز محترمه، والدليل هو دكتوره الهام يعني موجوده قدام حضرتك، وفعلا بتعمل ابحاث محترمه جدا، ويعني بتنادي دايما بان احنا نعمل حاجه مشرفه ترفع راس مصر. أنا الحقيقة قابلت دكتورة إلهام في مؤتمر سان فرانسيسكو السنة اللي فاتت، لأن أنا كنت في بعثة، يعني وزارة التعليم العالي طلعتني بعثة عشان أعمل الدكتوراه. الحمد لله كان حظي كويس إن أنا رحت أعملها في جامعة واشنطن، وهي كانت من الجامعات الرانكد يمكن خد رقم واحد على العالم في البحث العلمي في سنة 2016. فهم ناس بيشتغلوا شغل ريسيرش على مستوى راقي وعالي جدا. برضو كنت محظوظ ان انا قابلت هناك بروفيسوره اسمها هاني لباكير، دي ماسكه انستيتيوت اوف ستام سيلز اند ريجنريتيف ميديسن، دي مسؤوله عن مسؤوله عن كل ما يخص خلايا الاستنساخ وزراعه الانسجه واعاده تكوين الانسجه، مش بس في السنان، لا في اي حاجه في الجسم، وبيشتغلوا على الاجنه وبيشتغلوا شغل يعني راقي جدا، وهي من الاماكن المعروفه جدا على مستوى العالم يعني. بس الحقيقه ما كانش لسه في الدنتال بروجكت، ما كانش واخد حقه عندها في الانستيتيوت بتاعتها، فطرحت عليها الفكره ان احنا ناخد الخلايا الجذعيه اللي موجوده في الاسنان اللبنيه ونبتدي نستفيد منها فيما يخص بقى فكره اعاده تكوين الانسجه في الاسنان بشكل عام. الحقيقه الست يعني او الدكتوره الفاضله انبهرت جدا بالفكره، وبدات يعني تاخد خطوات ايجابيه في ان احنا نرعى الفكره دي. ابتديت خدت خطوات معاهم، وابتدينا نجيب الاسنان، وابتدينا نعمل يعني بدايات البحث بقى والبروجكت، و خدنا خطوات ايجابيه في الاتجاه ده. وبعديها رحت مؤتمر سان فرانسيسكو، قابلت الدكتوره الهام هناك،
كانت بتشارك بشغل محترم جدا هناك في المؤتمر، وهي الحقيقه شجعتني يعني احقاقا الحق هي شجعتني جدا ان انا اركز قوي في الكلام ده، وقالت لي ان في هنا بيتعمل في مصر سنتر اوف اكسلنس وهيبقى فيه اهتمام جدا بالبروجكت ده لما ترجع مصر. فهي كان ليها فضل كبير عليا، مش بس وانا طالب وانا لازم يعني قدام الدنيا كلها اعترف بفضلها عليا وعلى جيلي كله. ربت فينا يعني ايه دكتور اسنان كويس، يعني ايه تطلع تراعي ربنا في شغلك، يعني ايه تبقى مخلص، يعني ايه تعمل شغل بيرفكت الكمال لله وحده. بس هي دايما كانت بتركز معاك مش بس في شغلك، انت كبني ادم لازم تبقى بس حاجه هما كويسه. ما ينفصلوش عن بعض. فالدكتوره الهام وصلت من الرقي الفكري انها فهمت كويس انها لما بتربي جيل او بتطلع جيل من الكلام ده، خصوصا في مجال مهنه الطب مهنه حساسه بتتعامل مع صحه الانسان، فعرفت ان هي لازم ده باكج او هو موضوع لا ينفصل ولا يتجزأ، ان هي القيمه الانسانيه والمبادئ الانسانيه لا تتجزأ عن العلم. طبعا ونتمنى ان كل جيل الاساتذه يبقى كده وبيفكر كده. طبعا طبعا يعني فالسبورت لسه مستمر كمان، يعني حتى بعد ما رجعت مش بس واحنا طلبه كانت بترعانا وبتعلمنا صح وبتعلمنا كويس، علينا حتى نعامل ازاي المريض برقي، يعني شوف حتى بتهتم بجزء المريض، خد بالك من المريض بتاعك، حافظ عليه، مش بس انك تبقى دكتور سنان شاطر. فلا يعني لازم اشكرها، ودي حاجه مش مجامله والله عشان هي موجوده، دي حاجه جيلي كله يعترف بيها ومحدش هيختلف عليها. ابتديت بقى اخد خطوات في الاتجاه ده، ان انا افكر بعد ما ارجع مصر ان انا اعمل تعاون مشترك ما بين جهه بحثيه هنا في مصر وما بين جامعه واشنطن. هم الناس هناك they are appreciating ومشج يعني متحمسين جدا ان هم يعملوا حاجه وان هم يساعدونا. فالحقيقه برضو الدكتوره الهام كان ليها دور كبير جدا هنا دلوقتي في مصر، مع يعني بالتواصل مع جهات بحثيه كتيره ومحترمه، وبتسعى جاهده ان هي تلم اولادنا في الخارج وتهتم بالخبرات وبالناس اللي اتعلموا بره وعرفوا النو هاو بتاعت البحث العلمي عامله ازاي ان هم يفيدوا عشان بلدهم تفيد بيها، يفيدوا البلد مصر. بيها. بس هل الموضوع ده بحث بس ولا عايز برضو تبني الدوله والتبني على مستوى اكبر للابحاث دي عشان تنفذ؟ لانه عايز امكانيات في النهايه برضو. عايز اطمن حضرتك ان احنا امكانياتنا عظيمه جدا، يعني احنا ما عندناش فقر امكانيات، احنا امكانياتنا كبيره جدا، ينقصنا فقط توجيه الامكانيات دي في اتجاه سليم. و يعني واللي حاصل دلوقتي معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي حاطط ايديه على كل المشاكل، واحنا يعني شرف لينا طبعا انه دكتور سنان استاذ جليل ويعني معلم اجيال، فهو حاطط ايديه على كل المشاكل اللي احنا بنتكلم عليها دي، واتكلمنا في حاجات كتير بخصوص ازاي ان احنا نتبنى اولادنا اللي بيرجعوا ونوفر لهم البيئه المحترمه اللي يكملوا فيها. وقبل كل حاجه ان احنا نفكر ازاي كمان، يعني كانت اكتر حاجه شغلاني في السنين اللي فاتت ازاي احنا نوجه الابحاث بتاعتنا لخدمه الاولويات البحثيه والمشاكل البحثيه الموجوده عندنا في المجتمع. فأعتقد أن احنا بمجهودات بسيطة جدا وابتدت تتعمل دلوقتي على نطاق واسع جدا أنه يتم تجميع المجهودات دي والنقاط البحثية والأفكار وكمان الريسورسز، يعني في أجهزة كتير جدا موجودة في أماكن مختلفة على مستوى جمهورية مصر العربية، في كوادر محترمة جدا، مثال منهم دكتور محمد، متعلمين تعليم كويس جدا جدا سواء في الداخل أو في الخارج. وبالتالي بس ينقصنا أن احنا نجمع المجهودات دي ونحط نقاط بحثية واحدة ونبتدي نشتغل على النطاق ده. وكنا بنتكلم قبل ما نيجي النهاردة على انه برغم من ان الدكتور محمد في جامعه مختلفه، لكن احنا عايزين نبتدي نتكلم في مشروع قومي نحط النواه بتاعته ويبتدي يبقى فيه فاندز موجوده كتير قوي في الدوله. الكلام ده على فكره ولا الاحلام على مستوى كل المهن والمجالات والتخصصات، ان احنا لو مش بنشتغل في جزر منعزله ونقول دي جامعه ودي جامعه او ده دكتور وده، لا احنا جمعنا كل الافكار تحت مظله واحده، قد ايه العلم واحنا المستفيدين في الاخر احنا كمواطنين.
هو حضرتك فياريت ده يتحقق يعني فعلا. هو احنا مش هنقدر. الرسالة اللي نفسي وصلها لكل الأطباء الأسنان الشبان والكبار إنه محدش بينجح لوحده، احنا بننجح مجموعات، بننجح مدارس في طب الأسنان، بننجح لما بنحط إيدينا في إيد بعض ونبتدي نشتغل كلنا في اتجاه واحد، وبننجح بمساعدة بعض. يعني أنا ممكن يبقى عندي جزئية اشتغلت فيها وعارفاها إداريا، الدكتور محمد علميا ممكن يبقى أكتر مني في حتة معينة، بتكملوا بعض، بتتعاونوا بتعاونه هنقدر لصالح نكمل العلم بعض في النهاية وفي صالح مصر، لأنه إحنا طبعا، عندنا وصالحنا إحنا عقول، كمواطنين وبشر. عقول غير مسبوقة. مشكلتنا الوحيدة إنه لو ابتدينا يعني نفكر بطريقة عقيمة انه هيبقى في بيروقراطية وان لا، ما عندنا، لا ما اعتقدش انه اللي بينجح بتقف قدامه العوامل دي، زائد ان احنا ما عندناش فقر امكانيات، احنا محتاجين نوجه امكانياتنا بالطريقة المثلى علشان نستفيد باقل امكانيات. أيوة. طيب أنا هرجع للنقطة اللي أنا بدأت بيها الحلقة، وأشوف رأي المواطنين في طبيب الأسنان ونظرتهم إيه، لسه بيخافوا يروحوا لكم؟ إمتى المشكلة تستدعي أي حد منا إحنا كمواطنين إن إحنا نروح لدكتور سنان؟ لازم تكون مشكلة جامدة ولا الوعي زاد في النقطة دي؟ شوف مع بعض التقرير. والله بالنسبة للأسنان يعني دلوقتي في تطور وتكنولوجيا حديثة عند جميع الدكاترة وفي العيادات الخاصة، بس المشكلة الناس بتخاف تروح. لا طبعا المريض ما بيخافش يروح لدكتور الأسنان، لأن طبعا بيبقى في عنده ألم شديد فبيروح لدكتور الأسنان. دكتور الأسنان يا إما بيعالجه، يا إما بيعش الضرس، يا إما بيخلعه ويركب له تركيبات صناعية. فالطب تقدم وتطور والمريض ما بيحسش بحاجة. الأجهزة الحديثة دلوقتي سهلت كل شيء، تمام، ودلوقتي الناس ما بقتش تخاف إنها تروح لدكتور الأسنان، لأن كل حاجة بقت تكنولوجيا وكل حاجة بقت تتوضح. التكنولوجيا دلوقتي وضحت كل شيء على وجه الدنيا، بقت كل شيء تكنولوجيا وكل حاجة والعلاج بتاعها بقى سهل. التكنولوجيا الحديثة والأجهزة الحديثة برضو سهلت، زائد ان وعي الناس برضو اتغير، يعني بقت الناس بتهتم باسنانها وكده، سهل جدا يعني التعامل مع الالام بتاعت الاسنان. الاطباء بقوا على اعلى مستوى والناس كلها بقتش خايفه زي الاول. في مثلا الناس القدامى كبار السن بس دول هم اللي بيخافوا من بيروحوا يخلعوا بس، لكن دلوقتي الناس بقت تروح تنظف اسنانها، تزرع اسنان، الموضوع تطور جدا. لا اعتقد ان التكنولوجيا طبعا سهلت الموضوع، وفي نفس الوقت الوعي بتاع الناس بدا يختلف، اختلف معاهم طبعا حته فهمهم ان الاسنان النهارده بقى ممكن وجع الاسنان بيسبب يعني اثار جانبيه ثانيه مختلفه كتير، ممكن يكون من خلال ان هو بيأثر على الصحه العامه. اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية، بنستكمل حلقتنا مع مهنه طب الاسنان واساتذه في هذه المهنه. ودكتوره الهام، احنا مش جديد علينا ان احنا نبقى متفوقين في مهنه الطب او مهنه طب الاسنان، احنا من زمان حضرتك قلت لي معلومه عايزاكي تكرريها تاني للمشاهدين. فخورين بانه اول طبيب اسنان طبيب مصري هو هادي رع، وانه يعني كان مكتوب على المقبره انه اعظم واحد في مهنته يعني او كطبيب اسنان. والعالم كله بيشهد انه طب الاسنان بدا في عصر الفراعنه من تجميل وتركيب وعلاج وجراحه، فاحنا من اوائل او اول طبيب اسنان في العالم كان طبيب مصري، ففخر لينا. ودي دايما ببدا بيها محاضراتي علشان قد كده قد كده كنا حاجه عظيمه ومتقدمين وما زلنا وان شاء الله هنرجع. انا بتكلم على احنا كنا اول، احنا كنا الاول، يعني احنا مش بس كنا في الصفوف المتقدمه، ده احنا كنا البدايه يعني كلام طب الاسنان. صحيح. ودي معلومه اكيده مش كده يعني؟ كلام حضرتك صحيح. اول طبيب اسنان مصري هي زراعه.
هي زراعة. والحاجة اللي بحاول أعملها دلوقتي أربط كمان في شغلنا عامة أو في محاضراتنا، إن إحنا يعني نعرف القيمة اللي إحنا بدأنا بيها المهنة دي، وإزاي كانت يعني الفكر كان متطور جدا وسابق عصره في حاجات كتير. وأعتقد إنه لغاية دلوقتي إحنا ماشيين في الاتجاه ده، يعني كتير قوي من الأطباء الشبان اللي بيسجلوا دكتوراه ابتدينا نرجع للمواد اللي كانوا بيستخدموها الفراعنة في السيطرة على التسوس والتحكم في التسوس، علشان نقدر نحيي تراثنا وتاريخنا تاني. يعني ومش بس كده، رجعنا كمان بجزئية مهمة جدا أغفلناها في تاريخنا احنا كمصريين وكأطباء وكمسلمين، انه السواك النبي عليه الصلاة والسلام كان أوصى بيه، ودلوقتي عالميا اتوجد ليه فوائد عظيمة جدا جدا، وابتدينا ندور اكتر على ازاي ان احنا نستخدم المواد الاوائل والعظماء اوصوا بيها واحنا اغفلناها. زي ما بيكون في موضة صايحة في الأزياء، في الألوان، في الشعر، السنان فيها موضة. وشايفين الهوليوود سمايل ده حقيقي. أو بسمة هوليوود لو هنترجم ترجمة حرفية يعني، وشايفينها بقت موضة على مستوى العالم كله مش مصر بس، ومصر متابعاها قوي طبعا وبتنفذها قوي يعني. فنقول في عادات صحية وفي عادات غير صحية، نقول العادة دي أنا لو سناني مش محتاجة يعني أنت بتنصح إن في حاجة زي السنان الطبيعية؟ هو ده سؤال مهم جدا. طبعا مفيش حاجة زي اللي ربنا خلقها، خلينا نعترف بكده وارجع تاني اقول عشان كده كان هدفنا ان احنا لما بنشتغل على خلايا الاستنساخ او زراعة الانسجة، فاحنا بنحاول ايميتيت او بنحاول نعمل حاجة من الحاجة اللي ربنا خلقها عشان تبقى حاجة كويسة. طيب لو هنيجي نتكلم، انا دلوقتي اسناني الابتسامة بتاعتي عايزها تبقى احسن، ايه الاختيارات اللي هتبقى موجوده قدامي؟ نمره واحد، ابتدي من الاول خالص، يعني ما ينفعش اروح اعمل هوليود سمايل وانا عندي لسه ستيل مشاكل في اسناني وتسوسات وراسب جيريه وصبغات و و و وعادات سيئه. فلازم لو انا عندي عادات سيئه باد هابتس ابتدي ابطلها، تدخين والكافيين والحاجات دي كتير ابتدي اقللها او لو اقدر امنعها. برضو هبتدي اشوف واي نوت بعد ما اعمل ازاله راسب الجيريه وتلميع الاسنان اللي هو يا دوب برجع سناني لطبيعتها، اخباري ايه؟ اتشيك الابتسامه بتاعتي عامله ازاي؟ انا دايما ببتدي مع المريض بتاعي كده واحده واحده، لكن مش على طول اقول له نعمل هوليود سمايل. ابتدي اعمل تبييض اسنان، في دلوقتي اجهزه محترمه وشركات محترمه ومواد كويسه وجايه يعني مستورده من بره حاجات محترمه، نعمل بيها تبييض اسنان بشكل بروفيشنال بحيث برده ما يضرش المريض بتاعي، ونتشيك بعد ما نعمل تبييض السنان ممكن هو يبقى ساتسفايد بابتسامته ومبسوط جدا بيها، وفي الاخر دي حاجه هتبقى ناتشرال، حاجه طبيعيه من غير ما اعمل هوليود سمايل. زي خلقه ربنا زي الطبيعيه كده. يعني بالظبط كده. فانت يعني مش بتستسهل، ونقدر نقول انك بتراعي الضمير يعني في النصيحه للمريض يعني اللي بيجي، لان في الاخر انت يعني بتوفر له وقت وبتوفر له تكلفه وبتوفر له حاجات كتير وبتحافظه على اسنان وهي اللي ربنا خلقها. نعملها امتى بقى؟ لو هي ضروري، لو احنا التبييض مش هينفع معاه، عنده حاجات ستيننج اوريدي موجوده ومشاكل جوه السنان، حاجات زي مثلا جايه له وراثيه، كان مامته بتاخد ادويه معينه وهو فاثرت في تكوين سنانه، ابتدي بقى افكر في حلول تانية بديله غير ان انا بس اشتغل على سنانه اللي هي موجوده دلوقتي، في ان انا اعمل له بقى حاجه تانية ارتفيشال او حاجه صناعيه، هوليود سمايل ولا من السولومينيرز والعدسات وحاجات كتير قوي بقى في الاتجاه ده دلوقتي بتتعمل، سواء بتتعمل دايركتلي يعني على طول في عياده السنان او بحتاج ان انا ابعت لمعمل بتاعي يعملها. ودلوقتي بقى في تطور كبير جدا في عياداتنا هنا في مصر، بقى في حاجه زي الكات كام دي دلوقتي اوريدي موجوده، ما بحتاجش حتى اودي المعمل، انا على طول باخد المقاس وعندي في العياده بقدر عن طريق يعني اكويبمنت معينه او اجهزه معينه بيطلع لي على طول في الحال التركيبة المفروض هتتركب للبيشنت ده، فبقدر أقدم له خدمة كويسة وفي نفس الوقت في وقت كويس يعني. بس نرجع طبعا، حضرتك طبعا مشكورة اتكلمت عن فكرة الوقاية. أنا لو عملت وقاية من زمان قوي، من بدري قوي وأنا لسه جنين أو في مرحلة الطفولة، بأن أنا أحافظ على أسناني بشكل أو بآخر، بأن أنا أحط
فلورايد على السنان للاطفال، بان انا اعمل لهم فيشر سيلنت يعني النتوءات اللي موجوده على اسنانهم دي ابتدي اقفلها عشان ما تسوسش. يعني انا المفروض اهتم بالسنان من الطفوله، من الطفوله، وانا بقول كمان من الاجنه يعني الام وهي لسه بريجننت هتاثر على اسنان الطفل اللي جاي ده، لو ما بتاخدش كالسيوم كويس، بتخش الدايت او الغذاء بتاعها مش مظبوط، هياثر فورشور على الجنين اللي طالع. أيوة. تمام. عشان كده الفكره حضرتك بره هما بيشتغلوا على ده، بيشتغلوا على الاجنه، بيشتغلوا على الام، بيشتغلوا على الحاجات الوراثيه مش عايزينها تبقى موجوده، المشاكل الوراثيه اللي موجوده في العائلات سواء في السنان او غير السنان مش عايزينها تبقى موجوده في الاولاد بتاعتهم. هما بيبحثوا يعني وصلوا من التقدم ان هما بيبحثوا في اصل المشكله. بالزبط. بالزبط. ومن بدايتها وده مهم، بيستنوا المشكله ويعالجوها. بالظبط كده، ولازم ده يبقى فكرنا حتى في العيادات. انا ما بيقابلني مشكله في سنان مريض انا اشوف المشكله دي جت منين وابتدي من الاصل، ابتدي اشوف. بس هنا مطلوب تجاوب من المواطنين نفسهم بقى، احنا كبيشنتس او كلاينتس او احنا نبقى عندنا الوعي ونسمع المعلومات دي وننفذها. مظبوط. انا كأم حامل بقى، انا ك وده يعني هنا بيبقى مطلوب وعي طبعا، وده دور الاعلام ان احنا نوصل الرساله دي من خلال حضراتكم لكل الناس اللي موجودين. يا جماعه خدوا بالكم من بدري، انا طفلي ما فيش حاجه اسمها دي اسنان اطفال وهتبدل ونروح للدكتور نخلعها، الكلام ده غلط. انا بضر طفلي، انا لما بخلع ضروس الطفل ده بدري بدخله في مشاكل تقويم ومشاكل هضم، لا بيقدر ياكل كويس، وبعدين السنان بتبتدي تتحرك بشكل غلط فيبقى عنده مشاكل لما يكبر، مشاكل تقويم. أيوة. يبقى انا من البدايه خالص لو حافظت ربيته على عادات كويسه، على غسيل اسنان اتليست مرتين في اليوم، نظمت له اكله، عملت تشيك عند دكتور السنان كل 6 شهور او حتى كل سنه، واخد بالك بحيث ما يبقاش فيه بلاك على اسنانه اللي هي رواسب الجيريه، حطيت فارنش زي الفلورايد يعني فلورايد او فارنش على الاسطح الناعمه من السنان، وزي ما قلت لحضرتك الفيشر سيلنت او اللي بيسد النتوءات، انا بحافظ على سنان طفلي. لو سنانه وهو طفل كانت كويسه هيطلع سنانه لما يكبر فرشور هتبقى كويس. نرجع نقول كمان الجملة حضرتك قلتيها، ان احيانا الفم والاسنان اللي هو بوابة الجسم بيسبب امراض، يعني انا لو اهملت اسناني الى درجة كبيرة جدا هل ممكن يصيبني بامراض في جسمي بما انه هو بوابة الجسم؟ جدا حضرتك، ده بيحصل، وعشان كده دايما بأكد جدا من بداية تدريب الأطباء أنه يبتدي يهتم بمشكلتين، أنه ممكن الأسنان تسبب أمراض، والعكس صحيح أن الأمراض ممكن تسبب مشاكل كبيرة جدا في الأسنان. وعلشان كده من المهم قوي قوي أن أول ما الطبيب يستقبل المريض بتاعه يبتدي يسأل بالتفصيل عن التاريخ المريض دي او يعني الحاله الصحيه العامه بتاعته، علشان يبتدي يحط ايده على التفاصيل الدقيقه اللي متعلقه بصحته. ما ينفعش الطبيب يفتح فم المريض ويبتدي يكشف كده ويبقى هو ده الحل، ان احنا نبتدي نحفر ونحشي. الطريقه دي طريقه قديمه، احنا طب الاسنان الحديث بيملي علينا ان احنا نبتدي نتكلم على الهيلينج، يعني ان احنا نبتدي يبقى في التئام للليجنز، وان احنا نمنع البكتيريا اللي موجوده في الفم دي من وصولها الى الدم بشكل او باخر، علشان ما توصلش ان هي للقلب، او ما توصلش كمان ان هي تاثر سلبيا بالذات في امراض زي الشائعه جدا زي مرض السكري، لانه بيبقى فيه زي فيدباك ميكانيزم، يعني لما السكر يعلى مشاكل اللثة والفم تزيد، والعكس صحيح لما تعلى يبتدي يزود السكر. مشاكل اخرى كتيره متعلقه بانه لما بيبقى فيه مشاكل في الفم بتظهر في الصحه العامه، بتظهر في سرعه ترسيب عاليه، لو في انفكشن، في نوع من انواع الالتهابات الموجوده في الفم، فكل ده بيأثر سلبيا على يعني التهابات الفم ممكن تؤدي لكل الامراض دي وسرعه الترسيب وكل ده حقيقي. وعشان كده زي ما حضرتك اشرتي،
بوابة لازم نمنع المشكلة من ان هي تعدي. الاهم بقى في برضو زيارة الطبيب انه مش بس انه يكشف على الفم والاسنان، لا لازم يعرف الشخص ده بياكل ايه ويشرب ايه على مدار اليوم، لانه اكتشفنا برضو مؤخرا وده الطب العالمي كله بينادي بانه العلاج موجه اكتر بالغذاء. يعني كل حاجة حضرتك بتاكليها او بتشربيها بتترجم في صحتك. فلو ابتدينا نفكر جديا مشكلة التسوس ايه، وده كان مشروع كبير من المشروعات البحثية بتاعتي اللي اشتغلت فيها على مدار سنين، انه نبتدي نعرف سبب التسوس والعلاقات المختلفة بالغذاء بالعادات باللعاب والمشاكل اللي موجودة فيه بالوضع العام بتاع الشخص. يعني ممكن شخص يقدر يوفر فرشة ومعجون ولا لأ، ممكن يوفر بديل لده ولا لأ، الهيجين بتاعه الصحة بتاعته الاهتمام بصحته عامة بتبقى ازاي. فده اعتقد كلها زي التقييم لازم يقوم بيه طبيب الأسنان في بداية الزيارة علشان يحط خريطة لعلاج المريض ده، مش بس ان هو يفتح فم المريض ويبتدي يحشي. القصة مش قصة ان انا افتح الفم واحفر زي ما حضرتك بتقولي، دي قصة تفاصيلها كتيرة جدا، ليها جوانب انسانية وتقييمية زي ما حضرتك بتقولي حسب مقدرة كل واحد ازاي يقدر يهتم، ليها علاقة بالغذاء وبتؤدي زي ما قلنا لامراض، يعني امراض ممكن الواحد ما يجيش على باله خالص ارتباطها بألم السنان واوجاع السنان. بشكركم على المعلومات دي، كنت اتمنى وقتنا يبقى اطول لان انا متاكده ان لسه في كلام كتير ومعلومات كتيره ممكن نسمعها منكم. بشكر حضرتك دكتور محمد يحيى، بشكرك دكتوره الهام فوزي، شكرا ليكم. بشكر ايضا مشاهدينا على متابعتهم لينا، ولقائنا في نفس الميعاد ان شاء الله الاسبوع القادم حلقه جديده من لقاء الاجيال.